أعتقد بأنه الحرب ستكون فعالة لأن هناك رؤساء الجيوش، ويجب أن تكون هناك متناسقة في سوريا والعراق، وأيضا يتحدثون عما يمكن أن نفعله حتى تكون هذه الضربات ذات فعالية أكثر، وكيف نرد على حالات الطوارئ. ولكن لا أظن أننا سنرى تغييرا في الاستراتيجية الشاملة، لأنه يجب أن يكون هناك العراقيون يجب أن يكونوا هم بالقوات البرية، وأن أيضا يتم تدريب المعارضة السورية. ولكن ألا تعتقد بأنه من الاستحالة استعادة المدن عبر الجو؟ متى ستضطر الولايات المتحدة برأيك لإرسال قوات قتالية؟ أعتقد بأنه سيكون صعبا جدا، ولكن يجب أن نتذكر بأن هؤلاء أناس عسكريون. طبعا سيكون هناك قرار سياسي يجب أن يتخذ من رؤساء الدول، مثل لوضع مثلا القوات على الأرض في سوريا وقوات أكثر أمريكية في العراق. ولكن أعتقد أن أحد أهم القضايا الذي يمكن أن يتحدث عنها في العراق هو كيف التنسيق مع الميليشيات الشيعية، والتي طبعا تدار من قبل بعض الإيرانيين، وحتى تطرد داعش من التي تم طردها من سد الموصل. ولكن هذا النقاش حول القوات البرية ألا يكشف لداعش مدى تردد الإدارة الأمريكية؟ أليست هذه نقطة ضعف سيد كورب؟ أعتقد بأن الموقف الأمريكي هو بأن إذا لم يكن العراقيون مستعدين لقتال في سبيل بلدهم فلن يكون مهما إذا ذهبنا إلى هناك وطردنا داعش فبعدها سيعودون. القضية هي أن الحكومة العراقية يجب أن تكون منخرطة فيها كل مكونات الطيف العراقي، السنة والشيعة والأكراد وغيرهم، حتى يحاربوا العدو الخارجي. نستطيع أن نساعد، ولكن لا يمكن أن نحقق ذلك. هناك 600,000 عراقي في الجيش حينما دخلت قوات داعش، وكانت قوات داعش 20,000، ولكنهم هربوا من أمامهم. هل ما زال مجديا حصر الحملة الدولية لدحر داعش فقط دون محاولة إيجاد حل للأزمة السورية، أو كما يقول البعض إسقاط النظام هناك؟ أعتقد بأنه على المدى القصير هناك الداعش، وهو خطر يمكن احتواؤه في العراق، وطبعا هم يمكن أن يحتلوا أجزاء من سوريا ومن العراق، وإذا كان ذلك إذا استطعنا مراقبة ذلك والتحكم في ذلك فإننا يمكن أن نتوجه إلى نظام بشار الأسد. ولكن ما لم يتحقق ذلك فإن هدفنا الرئيسي الآن هو مواجهة داعش، الذي يعد الخطر الأكبر على المنطقة، ثم وهو أخطر طبعا من نظام الأسد. تركيا مترددة في الدخول في هذا التحالف سيد لورنس كورب، بدونها هل يمكن أن تنجح هذه الحملة برأيك ضد داعش؟ أعتقد بأنه يمكن أن تنجح هذه الحملة في إضعاف داعش وتقويض طبعا خطابهم، وطبعا وخطاباتهم عن الديانة الإسلامية، وطبعا سيساعد الأتراك سيساعدون إذا قدموا مثلا مساعدات إنسانية، ويمكن تجنب كارثة إنسانية في كوباني، ويمكن أن يساعدوا تكون الضربات الجوية أكثر فعالية. ولكن لا أحد يتحرك من أجل كوباني، على الأقل تركيا. هل فات الأوان لإنقاذ كوباني برأيك بعد فشل الضربات الجوية في تحقيق ذلك؟ أعتقد بأن الوقت تأخر كثيرا لمساعدة الناس هناك. أعتقد بأن داعش يراقب قسما من المدينة، ولكنهم دفعوا ثمنا كبيرا في إطار ضمن الحملة العسكرية التي كانت ضدهم. والوزير كيري قال بأن هناك على المدى الطويل يجب أن نعزل داعش. طبعا من الجيد أن نساعد الناس في كوباني، ولكن يجب أن ننظر إلى استراتيجية طويلة المدى، وهي القضاء على داعش خطرها في تقويض الأمن في سوريا والعراق، وهو طبعا شيء يمكن أن نحتويه في المستقبل. برأيك ما هو الثمن الذي تريده تركيا
مقابل انخراطها الكامل في هذه الحرب؟ طبعا هم يريدون شيئين، يريدون طبعا يبدأوا على التركيز على النظام الأسد الآن، والشيء الثاني هو أن يضمنوا بأن الأكراد في كوباني لن يتساعدوا مع حزب العمال الكردستاني في بلادهم.